هشرح في الفيديو دوت شابتر 4 اكاونتنج كله، تمام؟ شابتر 4 بيتكلم عن الادجست، اشرحه في 7 نقط، والنقطه رقم 8 ده هحل فيها مسالتين، وفي مساله منهم اللي جت امبارح لامتحان تخلفات تجاره انجليزي حلوان، تمام؟ شابتر 4 بيتكلم عن الادجست، ازاي بنعمل ادجست. الادجست بنعمل له 4 انواع: ريفينيو ريسيفبل، اكسبنسز بيبل، ان ايرند ريفينيو، بريفيد اكسبنسز. يلا بينا نبدا. اول حاجه ريفينيو ريسيفبل. ريفينيو ريسيفبل ده بيتسجل كاسيتس، يعني نفس فكره الاكونت ريسيفبل، تمام؟ بس بدل الاكونت هيبقى ريفينيو. ده معناه ايه بقى؟ قدمنا الخدمه بس لسه ما خدناش كاش، من فيرم سيرفيس بفور كاش. بمعنى دلوقتي عندي شركه، مثلا شركه غسالات، رحت صلحت غساله بعد كده عملت سيرفيس بس هما ما دفعوليش، ساعتها بقى اسجل ايه؟ ريفينيو ريسيفبل او سيرفيس ريفينيو ريسيفر. نسجل قصاده بقى ريفينيو، انا استحقت الريفينيو، خلاص يتسجل، تمام؟ هتوضح اكتر برضو بالامثله دلوقتي. ده منظر الادجست بتاعه. انت اول مثال عندنا: the company billed firm service for $200 that were not billed to credits. قدمنا خدمه بس لسه ما بعتناش الفاتوره للعملاء، تمام؟ ساعتها بقى منظر الادجست بالشكل ده: ريفينيو ريسيفبل، ديبت ريفينيو ريسيفبل 200، كريدت سيرفيس ريفينيو 200، تمام؟ ريفينيو ريسيفبل ديت متفقين اللي هي تعتبر كاسيتس، وسيرفيس ريفينيو دي ريفينيو معاكي، تمام؟ نخش على المثال التاني: بيرفيرم سيرفيس بات نوت ريكوردد $1000. قدمنا خدمه بس لسه مسجلناهوش، لسه مسجلناش الريفينيو، تمام؟ الادجست بتاعها هيبقى بالشكل ده: ريفينيو ريسيفبل ديبت ريفينيو ريسيفبل ب1000، سيرفيس كريدت سيرفيس ريفينيو ب1000 برضه، هي 200 بس غلطه يعني، ب1000 برضه، تمام؟ ده منظر الادجست ريفينيو ريسيفبل. طبعا في لسه في امثله جايه كتيره هتوضح يعني، ده بس ما لقيتش غير مثالين هكتبه، تمام؟ تاني نوع عندنا بقى من الادجست الاكسبنسز بيبل. الاكسبنسز بيبل دي بتتسجل الليبلتس، نفس فكرة برضو الأكاونت سبيبل. معناها إيه بقى؟ استخدمت خدمة بس لسه مدفعتش، كاش، ولسه ما أو ممكن برضو لسه ما تسجلتش مثلا عشان لسه ما جاش ميعاد التسجيل. بمعنى مثلا لو عمال اشتغل أسبوع بس أنت لسه هتدفع بالشهر، ماشي؟ بندفع بالشهر مش بندفع بالأسبوع، بس الفترة بتاعتنا ان احنا اخيرا هنعمل ادجست، فتره خلصت وهنبدا في الفتره اللي بعدها، فالاسبوع بقى اللي عمال يشتغلوه دوت لازم نسجله في الفتره اللي فاتت، تمام؟ وفي يوزد سيرفيس بيفور كاش برضه مكتوب. ده الادجست بتاعه بيبقى بالشكل ده: اكسبنسز سالاريز اكسبنسز رنت اكسبنسز انترست اكسبنسز، في انواع كتيره منه، ونسجل قصاده سالاريز بيبل رنت بيبل وهكذا. ناخد مثال، اول مثال منه: ذا كومباني اودد از امبلوي ات هاندرد سالاريز ذات ويل بيد اون اون سبتمبر. تمام، الموظفين اللي عند الشركه اشتغلوا وليهم اجور مرتب $800 وهيدفعوا 1 سبتمبر. نعمل ادجست بقى في شهر اغسطس، هيبقى بالمنظر ده: salaries expenses debit salaries expenses 800، credit salaries payable مكتوبة فوق اهي بس ما جاتش في الصفحة، تمام؟ salaries payable. salaries expenses ديت ده expenses عادي، اما salaries payable ديت liabilities، تمام؟ نشوف المثال اللي بعده. في 1 أغسطس The company borrowed $30,000 from bank. تمام، في 1 أغسطس خدنا قرض 30,000 من البنك بفايدة سنوية 10%، تمام؟ عايز بقى الأدجست لشهر واحد بس، خلي بالنا من دي، عايز الأدجست لشهر واحد بس لو شهر أغسطس. نعمل ايه؟ هي الفايدة هنا 10%، يبقى هنقول 30,000 في 10%، هيطلع لنا 3000. 3000 ديت الفايدة السنوية،
طب احنا هنا بنعمل ادجاست لسنة ولا لشهر؟ نعمله لشهر. تمام، هيبقى 3000 على 12 هيطلع لنا 250. 250 ده ندفعه كل شهر من الفايدة. هنسجل ديبت انترست اكسبنسز 250، كريديت انترست بيبل 250. طب انترست اكسبنسز دي تتسجل كاكسبنسز عادي، انترست بيبل تتسجل كلايبيليتيز عادي. تمام، نخش على المثال اللي بعده. في 1 اكتوبر the company purchased office equipment for $5,000 بفايدة، كانت بيبل بفايدة 12%. ماشي، ده هنا الجورنال انتري هيبقى عادي خالص. ديبت اكويبمنت كريدت كاش، كريدت نوتس بيبل اصدر. تمام، عايزين نعمل ادجست ل اكتوبر. تمام، نرجع لمثال تاني. واحنا هنا الفايدة 12%، الفايدة السنوية 12%، هيبقى 5000 في 12% هيطلع لنا كام؟ 600. تمام، ال 600 دي الفايدة السنوية اللي بتدفعها في السنة. هو هنا عايز الأدجاست شهر واحد، شهر أكتوبر بس. تمام، يعني عايز الأدجاست لشهر واحد بس مش للسنة. خلي بالنا من النقطة دي، مش النقطة دي بتلخبط. عايز الأدجاست لشهر واحد، ف اللي هتطلع لنا 600 اللي هي الفايدة السنوية، يبقى 600 على 12 50، بقى الفايدة في الشهر 50. سجل الديبت انترست اكسبنسز 50، كريدت انترست بيبل 50، والفوق ده الجورنال انتري عادي. شوف المثال اللي بعده. نخش على ان ايرنينج ريفينيو، تالت نوع بنعمل له ادجست. ان ايرنينج ريفينيو دي سجل ك لايك لايبيليتيز عادي خالص. يعني ايه بقى ان ايرنينج ريفينيو؟ خدنا كاش، خدنا فلوس بس لسه مقدمناش خدمة. بمعنى شركة جت قالت لي عايزين مثلا خلينا مثال الغسالات ده، شركة قالت لي عايزين نصلح الغسالات، لا عايزين نصلح غسالة، خدوا الفلوس اهو وتعالوا الشهر الجاي صلحوها. ساعتها بقى التزام علينا لازم نصلح الغسالات دي، يا اما صلحها يا اما رجع الفلوس. تمام، والادجست بتاعها بين الجزء اللي استخدمناه بنحوله من لايبيلتيز لريفينيو، سيف تتسجل كلايبيلتيز. تمام، ناخد مثال. المثال ده فيه تكاية كده، يعني ايه نشوفها دلوقتي. The rent revenue received from the company during 2017 amounted to 25,000 at end of the year was consumed for the next year collecting advance. ماشي، الشركة خدت $25,000 رنت طول السنة، بس في آخر السنة لقينا لسه في $500 من الرنت دولت لسه هنستخدمه السنة الجاية. تمام، في الجورنال انتري بالشكل دوت عادي خالص. الأدجست بقى، أدجست آخر السنة، لقينا هنا في جزء من الريفينيو لسه ما استحقناهوش اللي هو الخمسمية دولت. هنا مش احنا اللي دفعنا، احنا الرنت اللي هو يعني احنا خدنا فلوس عشان نأجر لهم المبنى. تمام، فحولنا الجزء اللي هو الخمسمية ده حولنا حصة ما استحقناهوش، حولنا الان ايرند ريفينيو. ازاي؟ بشكل ادجست ده رنت ريفينيو 500 في الديبت، يعني الرنت ريفينيو قلت 500، كانت 25,000 نقصنا منها 500، وحطينا قصادها كريديت ان ايرند ريفينيو 500، بقت لايبيلتيز علينا، في لايبيلتيز علينا 500 ان ايرند ريفينيو. تمام، المثال ده التكافي اللي احنا هنا شلنا الجزء اللي احنا ما استحقناهوش، رجعناه تاني ان ايرند ريفينيو. تمام، ناخد مثال تاني. سيرفيس ريليتد تو ان ايرند ريفينيو اوف الفينرال بيرفورم ان ايرند ريفينيو 2000. نعمل ادجست ازاي؟ ان ايرند ريفينيو، ان ايرند ريفينيو ديبت، ان ايرند ريفينيو 2000، سيرفيس ريفينيو كريديت، سيرفيس ريفينيو 2000. حولنا الجزء اللي احنا قدمناه خلاص للريفينيو. تمام، في مثال تاني. ان ايرند ريفينيو $2,000 اونلي $400 اوف ذا بالانس is an earned revenue service remain an earn. كان عندنا الان earned revenue $2,000،
هم 40 هم 400 دولار بس اللي لسه ان ايرند ريفن، لسه ما قدمناش الخدمه. يعني قدمنا كده كام 1600. احنا بنعمل نعمل ادجاست للجزء اليوزد مش الجزء الان يوزد. الجزء اليوزد هنا 1600، ف نعمل ان ايرند ريفينيو 1600، حولناها ريفينيو 1600. تمام، هنا كده معناه ان احنا استحقينا 1600 ريفينيو. خش بقى على رابع نوع بتعمله ادجاست، نوع بريبيد اكسبنسز. بريبيد اكسبنسز بيتسجل كاسيتس، بيت كاش اند نوت يوز ذا سيرفيس. يعني ايه بريبيد اكسبنسز؟ دفعنا فلوس قصاد خدمه بس لسه ما استخدمناش الخدمه، او لسه ما استخدمناش الخدمه كلها. تمام، الادجست يعني مثلا دفعنا ايجار مده سنه، ده كده يبقى بريبيد رينت، او دفعنا مصاريف مقدمه لسه، يعني الايجار مده سنه استنفعنا بكله دلوقتي؟ لا لسه، ده كده هيتسجل كاسيتس. تمام، الادجست بتاعه بيبقى المنظر ده، بنحول جزء اليوزد اكسبنسز. ناخد مثال هتوضح اكتر في المثال. In one general prepaid expenses 20 and rent in advance for or not 4 months period. ماشي، دفعنا prepaid expenses، دفعنا 20,000 لإيجار الشهر، لإيجار المبنى 4 شهور، من فترة من 1/6 لواحد ل 30 سبتمبر. تمام، فالجورنال انتري بقى بالمنظر ده عادي خالص، prepaid rent debit prepaid rent قصاده كاش، دفعنا كاش، نسيت اكتبها، هو قصاد دفعنا كاش. تمام، هنا بقى عايز الادجست لشهر واحد بس اللي هو شهر اوجست. شهر اوجست ده جوه البيريود بتاعت الايجار. هنا مبنى قلنا ايه، دفعنا ايجار لمدة 4 شهور. تمام، فهنعمل ادجست لشهر واحد بس، يبقى هنشوف الشهر دوت هياخد قد ايه من ال20,000. يعني 20,000 على 4 5,000، هيطلع 5,000 كل شهر ندفعه ايجار. تمام، فبقت ديبت رينت اكسبنسز، فخلاص بقت اكسبنسز علينا. وكريديت بريبيد رينت قلنا الاسيت اللي هي بريبيد رينت. تمام، ناخد مثال تاني. في طبعا في تلات انواع من البريبيد اكسبنسز ده، الرينت انشورنس والسبلايز. نشوف المثال ده. في 1 يناير دفعنا 12,000 في مصاريف تأمين لمدة سنتين. فهنا الجورنال انتري نسجلها كأسيت، بريبيد انشورانس 12,000 قصاده كاش 12,000. تمام، نيجي بقى نعمل ادجاست ات اند اوف ذا يير، هنعمل الادجاست في نهاية السنة. يبقى هنشوف ال 12,000 ديت هنستخدمها سنتين، هيبقى السنة ب 6,000. فهناخد 6,000 من البريبيد انشورنس دي هنحولها لاكسبنس. طب المنظر ده انشورنس اكسبنس 6,000 بقى خلاص اكسبنسز علينا، وبريبيد انشورنس ده مكتوبه غلط هنا ودي ب 6,000 برضه. تمام، هتبقى بريبيد انشورنس هنقللها ب 6,000. تمام، البريبيد انشورنس مكتوبه هنا بس ال 6,000 مكتوبه غلط، يعني ناقص 6. في بقى تالت نوع من السبلايز. السبلايز يوزد درونج during the year 2400 and unused supply on 31/12. السبلايز اللي استخدمناها طول السنة 2400، والسبلايز اللي لسه ما استخدمناهاش آخر السنة كانت 2000. تمام، احنا هنعمل adjust لليوزد والانيوزد لليوزد. فاليوزد هنا 2400، هيبقى بالمنظر الادجست بالمنظر ده. ادجست ات اند اوف ذا يير هيبقى ديبت سبلايز اكسبنس 2400، كريدت سبلايز 2400، قللنا السبلايز بتاعت. تمام، في بقى خامس كده خلصنا الادجست. في بقى النوع ده الباد ديبت اكسبنس، اللي هو بيبقى في يعني عندنا اكونت ريسيفبل في جزء منه مش هنعرف ناخده، خلاص بقت اكسبنسز عليها هنحوله لاكسبنسز. ولو ناخد مثال بالشكل ده، اذا توتال اكونت ريسيفبل 100,000
والمتوقع اللي احنا مش نعرف نجمعه 5000 منه. طيب بقى بالمنطق ده كريدت ديبت بقت ديبت اكسبنس 2000 5000 وكريدت اولونس فور دوبت في الاكونت. يعني تقريبا مفيش شكل الباد ديبت اكسبنس ده غير ده، يعني هو المنظر ده بس اللي بيجي منه. نرجع تاني عندنا بقى كده خلصنا الادجست، خش بقى في الديبريشيشن. ايه الديبريشيشن؟ الاهلاك او الاهلاك اللي هو دلوقتي احنا اشترينا اكويبمنت ديت ب 10000، بس قيمتها الفعليه بتقل في اهلاك، بنهلكها. المكان بيشتغل على طول، عايز يتصلح قيمته بتقل هكذا، فالديبريشيشن ده بتقلل من قيمته، بتقلل من قيمه الاكويبمنت ده. وفي برضه مثال تاني بتاع مبنى، مثلا مبنى البي اي اس بتاعنا. مبنى البي اي اس ده اول ما اتعمل مثلا نفترض ان قيمته كانت بمليون، دلوقتي يعني القيمه الفعليه بتاعته بعد الديبريشيشن يعني هلكناه، المبنى اتهلك، قيمته الفعليه بقت 100000 بس. تمام، ناخد مثال on one march purchase equipment for 100000 equipment will be used for 10 سنين and the residual value. ماشي، في واحد في شهر مارس اشترينا equipment ب 100000 وهتقعد معانا 10 سنين، هنستخدم ال equipment ديت 10 سنين and the residual value يعني 10000، يعني قيمتها وهي خردة بعد خلاص بعد 10 سنين هتجيب لنا كام؟ 10000. طب دلوقتي بقى في تكاهن، هنعمل ادجست لشهر ايه؟ مارس. في حاجة كده عايز اوضحها، الريزيدجوال فاليو ديت يعني في اخر السنة الايكومنت دي هتبقى ب 10000 وخلاص، مش صالحة للاستخدام تاني هنبيعها، يعني هتبقى قيمة الايكومنت ديت 90000. تمام، كل سنة بقى هنهلك كام من 90000 ديت على 10 سنين؟ يعني كل سنة هناخد 9000، نسيب كل سنة 9000. ماشي، لو هنعمل ادجست لسنة يبقى هتحط ال expense depreciation expense 9000. ماشي، بس احنا هنا بنعمل ادجست لشهر واحد، شهر مارس، فهيبقى 9000 على 12، 9000 على 12 تبقى 750. بس هنعدلها، تمام. فالادجست بقى هيبقى بالمنظر ده، depreciation expenses 750 ده لشهر واحد، وقصاده وقصاد accumulated depreciation وهيبقى بالمنظر ده. هنكتب كده equipment عشان هو قال لنا غلط كنت، معلش. غلطت بس في الكتابة. تمام، الأدجست بقى هيبقى بالمنظر ده، ديبت ديبريشيشن اكسبنس 750 كريدت اكيوميليتد ديبريشيشن للإكويبمنت. اكيوميليتد ديبريشيشن ده اللي هو مجمع الإهلاك، دي الحصالة كده اللي حاطينها اللي كل شوية بنحط الإهلاك في الديبريشيشن فيها. تمام، ولازم نكتب الاكيوميليتد ديبريشيشن ده بتاع ايه هناك من الإكويبمنت. تمام، والاكيوميليتد ديبريشيشن دي بتقلل من قيمة الإكويبمنت. يعني هنشوف برضو في مثال جاي دلوقتي، هنشوف لما نعمل بالانس شيت هنقلل من الايكويبمنت. تمام، في مثال تاني اهو برضو، depreciation expenses for building 2000، adjust بتاعها بالمنظر ده، debit depreciation expenses 2000 credit accumulated depreciation لل building 2000. تمام، هنا بقى هنيجي نعمل في طلب تاني اهو، statement of financial position، هنعمل قائمة المركز. فهتتعمل ازاي بقى؟
احنا قلنا اتفقنا طبعا ان الكوميونتي ديبريشيشن بيلدينج ده هيقلل من قيمه البيلدينج. نفترض مثلا الكوميونتي بيلدينج كان ب 100,000، فهن الكوميونتي ديبريشيشن هي هنا ب 2000 اهو، هنقلل من قيمه البيلدينج 2000، هيبقى قيمه البوك فاليو بتاع البيلدينج 98,000، تمام، وهتبقى في البيلدينج في النوت كارنت اسيت. الورك شيت بقى ايه؟ الورك شيت سبع نقط بقى عندنا في الشابتر. الورك شيت، الورك شيت بتبقى المنظر ده. طبعا في الانكم ستيتمنت، في عمود تاني انكم ستيتمنت وعمود بالانس شيت بس ملغيين، يعني احنا مطلوبين بالشكل ده بس. تمام، ناخد سؤال على ناخد سؤال عندنا هنا. الترايل بالانس ده ومدينا اديشنال انفورميشن اللي هنعمل منها الادجاست. لك ايه سبلايز اون هاند 140 ديبريشيشن اهو، وعايز ايه؟ بريبير ذا ورك شيت. تمام، الورك شيت اهي والترايل بالانس اهو. حلها ازاي؟ اول حاجه بيقول لك سبلايز اون هاند 140، يعني السبلايز اللي معانا دلوقتي 140. ماشي، احنا بنعمل الادجاست اليوزد ولا الانيوزد؟ اليوزد. يبقى الادجاست، يبقى السبلايز ديت هات عندي في تاني سبلايز اكسبنسز، دي المفروض سبلايز اكسبنسز، هنكتبها هنا سبلايز اكسبنسز، هتبقى ب 960 كريد. لا ديبت. ليه بقى؟ ليه عملناها كده؟ وقصادها برضو هنقلل السبلايز 960. اليوز ده هنا الجزء اللي استخدمناه من السبلايز طول السنة هو 900، هو 960. يعني لو رجعنا للأدجاست نبقى هنا ديبت سبلايز اكسبنس 960، كريدت سبلايز 960، ده الجزء اللي استخدمناه طول السنة. تمام، عندنا اتنين رقم اتنين في additional information depreciation expenses ب 200 دولار. تمام، نيجي نعمل adjust هنا. adjust هيبقى ايه؟ debit depreciation expenses 200 و credit accumulated depreciation 200. تمام، هنعمل نضيف هنا depreciation expenses. ديبريشيشن مش موجود بنضيف، احنا في الاول نقلنا الترايل بالانس زي ما هو. تمام، ديبريشيشن اكسبنسز قلنا بكام؟ ب 200، 200 في الكريدت، وقصاده بقى الاكيوميليتد ديبريشيشن هتزيد ب، هتبقى ب 200 في الكريدت. تمام، طبعا لو مش يعني لو مش عايز تتلخبط وانت بتعمل في الورك شيت، فضل انك تعمل ادجاست انتري كده بره تكتبها وتنقل بقى. ماشي، تعال نشوف رقم 3. يعني ايرنيد ريفينيو، يعني ايرنيد ريفينيو 170 دولار. تمام، فهنا هنعمل ايه؟ الادجاست بتاعها هيبقى بالمنظر ده. هنيجي عند الان ايرنيد ريفينيو، هنقول ديبت ان ايرند ريفينيو، هنقللها بكام؟ 170، وقصادها هنقول سيرفيس ريفينيو. تمام، 170 ماشي. دي كان رقم 3. رقم 4 السالاريز بيبل 350. تمام، في ناقصه هنا ايه؟ عندنا سالاريز بيبل او عندنا سيرفيس ريفينيو اهي، هنزودها ب 170. معلش ما خدتش بالي منك. تمام، رقم 4 سالاريز بيبل 350. ماشي،
عندنا هنا سالاريز بيبل، مفيش، نكتب سالاريز سالاريز بيبل، قلنا كام؟ 350. ال 350 دي هتبقى كريدت 350، هيبقى في قصادها ايه؟ سالاريز اكسبنس. يعني لو رجعنا للادجست هنا هتبقى الادجست بتاعها ديبت سالاريز اكسبنسز، كريدت سالاريز بيبر. ماشي، عندنا هنا سالاريز اكسبنسز اهو، هنبقى نحط قصادها 350. تمام. نيجي بقى للادجست ترايل بالانس، ده بيتعمل ازاي؟ اللي ما حصلش يعني ما حصلش تغيير فيه هننقله زي ما هو. الكاش ما حصلش تغيير فيه، الفلوس اكونت ريسيفبل ما حصلش حاجه فيه زي ما هو، سبلايز ما حصلش، لا السبلايز حصل هنا. ماشي، عندنا السبلايز كام؟ 1100 ديبت، وهي في الادجست عملنا كريدت 960، فهنطرحهم من بعض، هنطرح 960 ديت من 1100 سبلايز. تمام، هيتبقى لنا 140. ماشي، equipment حصل حاجة فيها؟ لا، كتب زي ما هي. accumulated depreciation حصل فيها؟ حصل. حطينا في الكريدت 200، وعندنا اصلا في الاول 1200 كريدت. طالما في نفس ال طالما كريدت وكريدت هنجمعهم على بعض، يبقى 1400. نفس الكلام برضو لو الاتنين ديبت، زي accounts payable مفيش حاجة، هتكتب زي ما هي. تمام، عندنا ايه تاني؟ فين اكونت سبيبل؟ خلاص، الان ايرند ريفينيو، كان عندنا عن ايرند ريفينيو في ترايل بالانس 300، وعملنا ادجاست بقى في 170 برضو، والاتنين ديبت، ديبت عن ايرند ريفينيو هيتجمعوا على بعض ويبقى 600. ثواني، هيتجمعوا على بعض الان ايرند ريفينيو يبقوا 130. سواء انا قلت الفيديو هنا قلت برضو تلتمية. ماشي، عادي الكابيتال 7000 زي ما هو اتكتب، الدروينج حصلش حاجة فيه زي ما هي تتكتب 600. ماشي، سيرفيس ريفينيو حصل فيه، عندك عندنا سيرفيس ريفينيو 3000 في الكريدت، في الادجاست كان عندنا برضو 170 في الكريدت، يبقى هيتجمعوا على بعض يبقى 300 3000 70. ماشي، بعدها سيلز اكسبنسز، كان عندنا سيلز اكسبنسز في ترايل بالانس ب 700، رحنا الادجاست كان في برضه سيلز اكسبنسز 350، والاثنين في الديبت، يبقى هنجمعهم على بعض وهيطلع لنا 1050. اذر اكسبنسز قصادها حاجه؟ لا، نكتب زي ما هي. هنا السيلز السبلايز اكسبنسز دي الحاجات الجديده بقى، نكتب زي ما هي 960 60 بس بيبقى 350. دي كده، وهنحط بقى التوتال هنا وهنا بس عشان وقت الفيديو بقى مش هجمعهم دلوقتي. دي كده الورك شيت، عملنا الادجاست هنا، بعد كده نقلنا عملنا ترايل بالانس افتر ادجاست. ماشي، ناخد بقى مثال على الادجست. هنحل دلوقتي السؤال ده، يقول لك the following information is available to prepare the adjusting company 31. دي يعني عايز اوضح حاجه برضو، الادجست بيتعمل من additional information، يعني دي كده ممكن كان ممكن يدينا ترايل بالانس ويحتاج additional information، بس هنا في يعني هنا داخلنا عايز ادجست على طول. تمام، نبدأ. عندنا اول ترانزاكشن بيقول لك رينت بيبل 4000 دوت اللي هو اكسبنسز بيبل، اكسبنسز بيبل. تمام، دي هتعمل لها ادجست. ادجست ازاي كده بقى؟ في رينت اكسبنسز، هنقول ديبت رينت اكسبنسز، رينت expenses 4000 قصادها rent payable
4000. تمام خلاص. على فكرة السؤال دوت اللي هي بروبلم تقريبا 41 في الشيت بتاع الاساينمنت ده. ماشي نيجي على ترانزاكشن رقم 2. سبلايز يوزد دروينج يير 2400 والان يوزد سبلاي. ماشي اليوزد 2400 والان يوزد ب 2000. هنعمل الادجاست الان يوزد والان يوزد واليوزد طبعا. هنبقى هنقول سبلايز اكسبنسز اكسبنسز وقصادها هنقلل السبلاي. دي 2400 ودي 2400. ماشي نيجي ترانزاكشن رقم 3. depreciation expenses for equipment 4000 and 2000 mobility. ماشي دي depreciation. يبقى هنقول depreciation expenses depreciation expenses بكام للequipment هيبقى 4000. قصادها هنقول الـ accumulated depreciation expenses اللي هو بنختصره في AD للـ equipment 4000. نيجي اللي بعدها. هنا هنعمل الاتنين transaction في نفس اليوم. تمام هنعمل واحد تاني للبيلد depreciation expenses قصاده accumulated depreciation للبيلدينج ده ب 2000 وقصاده 2000. تمام نيجي بقى ترانزاكشن 4. utilities expenses for December is estimated to be. ماشي utilities expenses 400 في علينا utilities expenses 400 لسه ما اتدفعوش ولا اتسجلوا. ده كده ده ال expenses payable. فهنقول utilities expenses هنقول utilities expenses وقصادها utilities payable. بكام 400. ماشي نيجي رقم 5. unpaid salaries expenses 6000. دي هي الفوق هي اللي فوقيها رقم 4 بس بدل utilities payable utilities expenses لا هنقول salaries payable salaries expenses. ماشي salaries expenses بكام 6000 وصالح salaries payable ماشي نيجي رقم 6. investment revenue 3000 not received. investment revenue دي عائدات استثمار يعني هنا revenue receiver لو اول نوع خالص شرحه. تمام فهنقول investment receivable او investment revenue receivable مش عارف يعني investment investment receivable وقصاده revenue او investment revenue برضو نفس المعنى يعني 3000 ده 3000. ماشي رقم 7. including this year 8000 collected in advance from customer. ماشي هنا خدنا 8000 هنا خدنا 8000 دولار في السنة يعني عشان هنقدم للعمال خدمة السنة الجاية. ماشي احنا نعمل ادجست للسنة دي. قدمنا لهم حاجة السنة دي؟ لا وخلاص نو انتري مش هنعمل انتري. ان احنا بنعمل الادجست للي استخدمناه او اللي استهلكناه او اللي قدمناه خلال سنة يعني في خلال فترة الادجست مش شرط سنة. بس هنا احنا لسه مقدمناش حاجة السنة دي اللي هنقدم خدمة السنة الجاية فهنا نو انتري. تمام دي اول مسألة. تاني مسألة بقى ديت بتاعت امتحان تجارة انجليزي تخلفات اللي امتحانهم امبارح.
ماشي. كم ديم ترايل بالانس بالشكل ده، ده ترايل بالانس. في الاديشنال انفورميشن اللي هنعمل منها الادجست، وعايز بريبير ادجست انتري والادجست ترايل بالانس. ماشي نبدأ. اديشنال انفورميشن، ديبريسيشن اكسبنسز فور اكويبمنت ب 2000. تمام. يبقى هنا ديبريسيشن، ديبريسيشن اكسبنسز ديبريسيشن اكسبنسز بكام؟ ب 4000. نبدأ ب 4000، وقصادها accumulated depreciation، accumulated depreciation لل equipment، وهنختصرها في A D equipment 4000. ماشي. رقم 2 عندنا ال unpaid salaries amounted to 1000. ال unpaid salaries 1000، يبقى salaries expenses، salaries expenses 1000، وقصادها salaries payable لسه ما دفعناش، salaries payable. ماشي. رقم 3 هنا unused supply 500. ماشي. احنا بنعمل اليوزد والانيوزد، اليوزد وكان عندنا supplies هنا 3000، يبقى كده والباقي معانا 500، يبقى كده هنعمل ادجست ل 2500. ماشي. تبقى بالمنظر ده سبلايز اكسبنس 2500، وصلنا عن اعلى السبلايز ل 2500. ماشي. تخش على رقم 4 استيمد ان كولكتبل اكونت ريسيفبل اماونت تو 3000، ده اللي هي باد ديبت اكسبنس، تبقى بالمنظر ده. ماشي. باد ديبت اكسبنس قصاده allowance for debitful accounts، allowance for debitful، ده غلط مش مهم accounts، ده اللي هو المتوقعين اللي هو مش هنعرف نجمعهم من account receivable. ماشي. خمسة عندنا ايه؟ insurance used during the year 1200، ال used هنا 1200. insurance expenses، insurance expenses 1200، وقصاده private insurance، هنقل الاسيتس اللي عندنا اللي هي private insurance، خلاص استخدمنا 1200. ماشي كده خلصنا الادجست. عايز بقى ايه؟ adjust trial balance. طبعا انا حليته، انا عملته عشان وقت الفيديو انا مرضتش اكتبه في اكتب فيه. اللي بالاحمر ده هو اللي حصل فيه تغير، طبعا فيه كاش هنا بس ما عرفش اكتبه. يلا كاش هنا ب 5000. يلا فماشي زودوه هنا. يعني اللي بالاحمر ده التغيير اللي حصل، التغيير اللي حصل في بعد الادجست ده، كان نجيب التوتال بس عشان وقت الفيديو يعني، فمش هعمله. ماشي كده خلصنا شابتر 4 اللي بيتكلم عن الادجست. ماشي. الفيديو الجاي بقى يبقى عن الكلوزنج، وبعديه بقى شابتر 5. شابتر 5 دوت بتاع المارشندايز انفنتوري والحاجات دي. ماشي كده خلصنا.